девушка моей мечты и рядом танцуй со мной. ألقوا صورته في القمامة بعد أن أهانوه بطريقة مذلة. سخروا منه وقالوا إنه قبيح جداً ليكون نجماً. بدأ بالبحث عن وظيفة عادية مثل بقية الشباب وتخلى عن حلم التمثيل. لكن شيئاً غريباً فعله والده سراً دون علمه غير مستقبله إلى الأبد. لن تصدق سر القصة العجيبة للممثل التركي المشهور بوراك أوزجيفيت. ولد بوراك في عائلة متوسطة الدخل تعمل في زراعة الزيتون. كان يتمنى منذ طفولته أن يصبح نجماً مشهوراً مثل النجوم الذي يراهم على التلفاز. لكن لسوء الحظ واجه عقبة غريبة فشل في التغلب عليها لسنوات. فقد كان شاباً خجولاً بعض الشيء وكان خائفاً من فكرة الرفض. لذلك تخلى عن حلمه وبدأ بالبحث عن وظيفة عادية مثل بقية الشباب في سنه. لاحظ والده هذا الأمر وكان حزيناً للغاية بسبب الإحباط الذي يعاني منه ابنه. لذلك قرر والده التدخل والقيام بشيء غريب غير مستقبل بوراك إلى الأبد. فبدون أن يعلم قام والده بأخذ بعض الصور الخاصة به من غرفته سراً، ثم أرسلها بعد ذلك إلى مسابقة تدعى أفضل عارض أزياء في تركيا. كان الأب يأمل أن تمهد له هذه المنافسة الطريق إلى الشهرة. لسوء الحظ ما حدث كان مخيباً للآمال للغاية وعكس تماماً توقعات الأب. عندما رأى المسؤولون عن الحفلة صورة بوراك انفجروا من الضحك، حيث سخروا منه بشكل مهين وقالوا إنه مجرد شاب ذو مظهر عادي جداً. لذلك قاموا بإلقاء صورته في القمامة وألغوا مشاركته في المسابقة. لكن في ذلك الوقت كان رئيس المسابقة يمر من هناك، وعن طريق الصدفة نظر في القمامة وتفاجأ بوجود صور بوراك ملقاة هناك. حينها شعر بالصدمة عندما اكتشف أن أعضاء لجنة التحكيم قاموا برفضه، ليغضب منهم ويطلب منهم إضافته إلى المنافسة حتى بعد إغلاق التقديم. وبالفعل تم إرسال الدعوة إلى بوراك الذي كان لا يصدق ما فعله والده من أجله. وعلى عكس التوقعات فقد حقق بوراك المركز الثاني في تلك المسابقة. بعد ذلك عمل لبضع سنوات في مجال عروض الأزياء للعديد من الشركات. لكن على الرغم من هذا النجاح كان حلم التمثيل لا يزال عالقاً في رأسه. لذلك قرر بوراك التضحية بوظيفته الحالية والسعي وراء حلم طفولته. لسوء الحظ لم يكن الأمر سهلاً كما توقع وقد واجه العديد من الصعوبات. تم رفضه مئات المرات في اختبارات التمثيل وأخبره الجميع أنه ليس لديه موهبة التمثيل. حتى عندما كان يتم اختياره للعب بعض الأدوار الثانوية كانوا يقومون باستبداله في اللحظات الأخيرة. اتجه حينها بوراك للظهور في الإعلانات على أمل أن يكتشفه أحد. وكما توقع بالضبط عرض عليه أحد المخرجين دوراً متوسطاً في فيلمه الجديد. لكن لسوء الحظ كان هذا الفيلم من أصعب تجارب حياته، حيث مثل مشهداً خطيراً من علو شاهق دون بديل، كما أصيب في وجهه جراء تحطم الزجاج في أحد المشاهد العنيفة، بالإضافة إلى أنه حصل على مبلغ بسيط في النهاية على الرغم من كل هذا الجهد المرهق. على الرغم من ذلك رفض بوراك الاستسلام وقرر التحلي بالصبر والتحمل من أجل تحقيق حلمه. وبالفعل حقق الفيلم نجاحاً جيداً في شباك التذاكر التركي. ثم بدأ بوراك في الحصول على أدوار بسيطة ومحاولة إثبات موهبته فيها. لكن كل شيء تغير تماماً حين حصل على دوره المميز في حريم السلطان. أبهر بوراك الجميع بأدائه ولفت أنظار جميع المخرجين الأتراك إليه. انهالت عليه العروض وصنع لنفسه اسماً واضحاً بين أشهر النجوم الأتراك. وحالياً هو الممثل الأعلى أجراً في الدراما التركية ولديه ملايين المعجبين. وكل ذلك بسبب صدفة عجيبة، حتى أنه يواجه صعوبة في تصديقها إلى الآن.